شو ابو فريد مبيع مثقف سينمائيا؟ لا مثقف ولا اعلام، بعرفه من الكلمات المتقاطعه اللي بحطوها بالمجلات. دائما مخرج افلام رعب شهير وما بيحطوه غير على الثمانية العمودي. انا ساعة زمان برجع اذا حدا سال عني. يعني شغله مهمه كثير. عندي بيعة بيت يا ابو فريد، اذا زبطت بيطلع لي منها 25000 ليره وراح طعميك بدنا سكرها. باي. الو. ايوه ايه نص ساعه الزمان بيجي. ايه مع السلامه. جلنار، هاي جلنار. الحال يا سيارة هديك، الله يرضى عليك. عمري اوه قلبي ينسى دول مش حبايب دول يا مان لسه ناويين بتعرف كانك قاعد بقلبي. خير بابا؟ شو في؟ لا ما في شيء، بس كنت نازل على القهوه ما لقيت عندي ولا بنطلون مكوي. هاتوا هاتوا انا بكوي لك اياه. لا ما بيمشي الحال لانه مستعجل كثير، بخاف يتاخر لينشف. ها وشو دخل النشفان بالكوي؟ شلون؟ ما هو مشان تكوي لازم تغسله الاول لانه ما عندي ولا بنطلون نظيف نهائيا. طيب وانا شو بدي البس بابا؟ وليش بدك تلبس؟ لوم بدك تروح؟ ضروري تطلع لي على الحارات وتتسكع مثل الزعران؟ ما رح اتسكع مثل الزعران، انا رايح على المكتبه. على المكتبه؟ الفيس اي شيء. على المكتبه مين بعد يطلع فيك؟ ما كل واحد مهتم بكتابه. شو ها؟ هذا البرفان. برفان؟ ايش هيك شكله غريب؟ باع باع. ايوه حلوة حلوة مضبوط. تعال بادلة، في عندي قنينة كولونيا جايبة من المسكية بتاخد العقل. بادي؟ هلا بدك تبادل بارفان كولونيا؟ معك حق. على كل حال خلي لك اياها عندي، ايمت ما بدك تبخ تعبخ. لا مبروكة، خدها. ما عاد بدي اياها. بس يكون بلمك، يعني هذا البارفان بينبخ بخة صغيرة هون وبخة صغيرة هون، مو ترشق حالك فيها مثل كولونيا. ايه صباطك البني وينه؟ لا تقول لي ما عندك ولا صباط مكوي، الصباط ما بده كوي. لك ما بده كوي بس ما بده بويا، بده بويا وما عندي وقت، ما في وقت. يستر عرضك، انا بوي لك يا هاتو. لك مو قصة بويا، ليش انا مالي ايدين، ما بعرف بوي، بس المشكلة انه صبيط اللي عندي مو ملائمين للبنطلون، فهمت علي؟ ليش البوط البني اللي اخذت لي اياه وينه؟ لك ابني هذاك البوط ضرب لي رجلي وكسرت له كعبه، ايه ما حلوة فوت على القهوة والكعب مكسور، حلوة بتلاقيها انت معقولة؟ مو حلوة بابا، بس هلا بتاخذ لي هاتو وتكسر لي كعبه كمان. لك لا هذا بغيابك كسرته 4-5 مرات، توسع توسع مضبوط يلا خاطر. أنا فريد.
لا اهلين اهلين فريد. كيف فوت فوت تفضل. لا لا ما بدي فوت، جاي اسالك. تروح على القهوه؟ بس لا اسال سؤال. هلا اذا بتسال سؤال معناتها ولا حتروح، خليني امشي احسن. لا لا مو ضروري، احيانا بتوافق. فوت فوت اخي، اذا وافقت الحال. لا هلا فوت، اذا وافقت بنروح سوا، واذا ما وافقت بنشرب القهوه سوا. يلا فريد تعال تعال. يلا شو بيعجبكم بقعدة القهوة؟ ما بعرف، ما في غير طق الحنك ولا تع العالم. يعني شو قلوا للرجال؟ ايه ولا لا؟ ما بدي ضل حالي مع ابوك، ما بتعرف شو بيطلع براسه. مزبوط مزبوط معك حق. طيب يعني معلش اذا قعدنا بالليوان شربنا قهوة؟ معلش بس لا تضوجوا. لا عدم الموافقة. ليه؟ لساتها زعلانة من امبارح. ليه شو صار امبارح؟ مشان البهدلة اللي بهدلتها اياها على التليفون. رجعت على البيت ما نمت شفي منها. كمشتها بشعرها. وين بيوجعك؟ وين ما بيوجعك؟ وين بينفعك؟ وين ما بينفعك؟ خمس اصابع علموا على خلقتها. باللونين الازرق والبنفسجي. حياه بالسلام، معناتها عامل لها جلسه مرتبه امبارح. كانك مانك مصدق. ما لا مو هيك، بس يعني قصدي لو حكيك صحيح إيه كانت اليوم سعاد ما بتضل قاعده، هو بتروح لبيت اهلها. انا كنت بدي اعمل هيك بس شفقت عليها. شفقت عليها ولا خفت منها؟ مو بس قلت خفت منها، بس شو بدي بالمشاكل؟ لك شو بدك مشاكل؟ بدك تربيها وتحطها عند حدها. كيف قهوتك؟ ما بدي اشرب قهوه، لحالي بنطلع منشم ريحة ربنا. قالت لي لا تضوج منشان الله فريد. ما قلت لك على شو؟ هذا القليل التربية اللي عم يتصل بالتليفون. ايه ايه ايه. ما عاد يتصل بحياته. لا. نزلت له اسمه على الكمبيوتر. بكره رح يقطعوا له الخط. بده ينزل قال هو يشوف شو السبب. بياكل بهدلة. ما معك فراطة؟ دبرة مستعجلين. ما معي فراطة، زين صار بالدكان. هلا وقت الفراطة والدكان، الله يسامحك خيو، ما بدي لك مالي. لك لحظة، مو مشكلة، هلا بنعرف بأي طابة. مو مشكلة، نطلع على الخامس. وين فاتت يا ترى؟ مو مشكلة، ما عرفنا منين فاتت، نعرف منين بدها تطلع. فريد؟ ترك المكتب مفتوح ورايح. الو مرحبا، الاستاذ حسان الاصلع؟
شلونك استاذ نفاز؟ طمني ان شاء الله اجيت اخذت المصاري. شلون على اساس بدك تيجي تاخذه؟ ما بصير ما حدا يرد انا تركت ابو فريد هون خصوصي. طيب طيب ماشي الحال، انا ناطرك بكره هون. لك لا عليك، لك فكره المصاري موجوده. ايه مع السلامه، الله معك. مو الحق علي انا، شلون بامنه لابو فريد؟ بلكي هاد طلع اكبر حرامي بالبلد وعامل حاله مسكين وادمي. لك على كل انا ليش لحتى اتعب حالي؟ شو ما في شرطه بالبلد؟ الشرطه في خدمه الشعب. الو شرطه؟ استنى جماعتي. جماعتك؟ مين جماعتك؟ هون بهي الشقة. بأنا شقة؟ خلص أيوب ما عم استنى حدا، عن إذنك. شو عن إذنك ما عن إذنك؟ وين يا موي؟ وين؟ شو في؟ شرف معي. لوين؟ شرف. طول بالك ترك إيدي. شو ترك إيدك ما ترك إيدك؟ كل مرة بتعملوها فينا طول بالك. شو عن إيدي؟ صار إيدك اتصلي بالقشطة، اتصلي بالشرطة. لك عن شرطة هي مشان ايش تطلب الشرطة؟ مشان ايه؟ صرت سارق 4 بيوت. اخ فشرت بنص عينك، انا اشرف من اللي خلفك. هلا الشرطة بتحدد اذا انت شريف ولا لا. لك ابني طول بالك، فهم علي، لك عمرك شفت حدا حرامي بيسرق بعز النهار؟ الرعيل الجديد من الحرامية كلهم عم يسرقوا بوسط النهار، فريدك طول الشرطة. لك طول بالك، طول بالك، عمرك شفت حرامي بيسرق من غير عدة؟ الجوج جاي تستطلع بعدين بتنفذ. فريدة اتصلي بالشرطة. لك تريك ايدي. ما بترك. فريدة اتصلي بالشرطة. اسمعي وداد، اليوم كنت عامل اجتماع، قصي الشرير وقصي المنيح وقصي الحبيب وقصي السعد. ولا شيء ولا شيء يعني ولا شيء. شو عم تحكي لحالك؟ ايه عم سمع كنت. قلت لي جيل الطبيعي تضرب انت وظبابيطك، هاي رابع مرة بلبسه ورابع مرة وما كان يتوسع لحس لي رجلي. كسرت لي كعبه؟ ولا شو ان شاء الله بدك ياني يعني اشلح وارجع حافي؟ ما تلبسه من الاساس، ما تلبسه. لك شو في رزق مقسوم بيني وبينها؟ شو اوعي وشو اوعي؟ ما كله واحد، هاي خزانتي مليانة، روح خود، شو بدك خود؟ روح. دخيلك على الخزانة، على اساس فيها شيء مثل العالم يعني؟ شفت؟ هي عم تحكيها بنفسك، ما فيها شيء لبس. بابا لما تشتري اغراض، يعني اشتري اغراض مثل العالم، مصرياتك دافعون ودافعون. شو قصدك ولا؟ اني ما بعرف اشتري؟ هيك شيء. يحرم علي من اليوم ورايح اخذ قطعة من عندك. قطعة باخذ من عند الغريب، باخذ من عند الغريب احسن لي. ايه واحسن لي كمان. بدي اسالك انت من وين عم تجيب مصاري كل كم يوم تشتري لي قميص ولا كندرة ولا برفان؟ من الخرجية يا بي، الله يديمك فوق راسي، هيك ايد على الخرجية هيك، بس شوف يعني قطعة حلوة بشتريها وبس. منيح منيح، رضا عليك منيح. اخ يا وداد اخ، هلكوني. قالت له زوجته صاحبة العيون اللوزية وذات الشعر الأشقر، يجب أن تصبح رجلا قويا شرسا. الو اهلين عادل، شلونك انت؟ حلوان شو؟ ما بدنا نعرف البشاره لنحدد الحلوان. بشرفك عادل، عم تحكي عن جد ولا عن مزح؟ بأي مجله؟ ايه مزبوط، انا هدول بعثت لهم قصه. طيب اسمع، وين ناشرينها؟ بصفحة الآداب ولا ببريد القراء؟ ممتاز ممتاز، وأخيرا زبطت. لك خلاص خلاص، أنا بكرة بمر لعندك على الكافيتيريا وبجيب لك معي الحلوان. عادل وين لقيتها؟ لأني اليوم دورت عليها بالسوق ما شفتها. طيب الله يخليك، اشتري كل النسخ اللي بالمكتبة ووزعها بكرة على الشباب، خلي اللي ما اقتنع يقتنع إني أنا ما عم بكتب عبس. إيه أنت ما في منك. يلا بشوفك بكره، مع السلامه. خليني اخبر هيفاء قبل ما تنام. هذا
الو كله نمل وزياد. رد يا حقير او يا حقيره. لا نمل ولا زياد. على كل حال مو مشكله، هي انا قدامي الكاشف ورقمك صار عندي، بكره ندفع. موتوا من الرامي. يقطع امرك ما اغلظك. اما ما بيتزحزح من جنب التليفون. رح روح خبر امي، خليها تعرف انه انا عندي موهبه، وخليها تعرف انه العالم بلشوا يعترفوا فيني. ماما حكى معي رفيقي عادل قبل شوي، قال ناشرين القصه بمجله وبصفحه الاداب وبعنوان كبير. شفتيني موهوب؟ موهوب؟ بجوز مجله، هات ايدك والحقني، ما لقيت شيء تنشره نشرت لك قصتك، شو هالشغله يعني؟ مزبوط حكي امك، ما في اكثر من المجلات يلي هيك. يا حبيبي على كترته نسينا عناوينه. ايام زمان يا ابني كنا اذا ما نزلنا بكير على السوق ما نلاقي ولا مجله. انتوا ليش مفكرين اني ابنه؟ والله انا موهوب، موهوب موهوب، انا انسان مثقف وموهوب. ما بدك تاكل؟ ما بدي اتعشى، ما بدي. بلكي موهوب عن جد. اخ ما ادري مين لعبان بعقله. وانتي شو بك نازل تخبط على الباب؟ انه شو في ساعه انت مبلل؟ انتوا انتبهتوا انه جدي لحد هلا ما رجع؟ شلون ما رجع؟ ما رجع. متأكدة؟ ايه انت ما عم اقول لك. افتح الباب وشو؟ لك بنتي ليش ما حكيتي من اول؟ انا هلا لحتى انتبهت. شو نعمل هلا؟ وين ندور عليه؟ خلينا نتصل بالمستشفيات، بركي صاير له شيء لا سمح الله. مزبوط. هيفاء صحي اخوكي بينما اتصل انا بالتليفون مشان اذا ما مشي الحال بالتليفون نطلع ندور عليه. يلا. ايه نطلع كلياتنا. لك شو نطلع كلياتنا؟ ما بصير نطلع كلياتنا، لازم يضل في حدا هون، همزة وصل. قبل ما اعرف شو كنت عم تعمل هنيك ما راح طالعك. هلا كل ما شفتوا واحد واقف على درج بنايه بدكم تتهموه بالسرقه؟ لا بس بالحاره صار في كذا سرقه، مشان هيك نحن شاكين فيك. طيب جيبوا العالم يلي سرقت بيوتهم خليهم يتعرفوا علي اذا كنت انا الحرامي ولا لا. معناتها انت الحرامي مبينه. شلون بقى؟ لانك متاكد انه ما حدا راح يقدر يتعرف عليك. ما فهمت. الشقة يلي انسرقت كلياتها انسرقت بغياب اصحابها. وبالتالي ما حدا شاف الحرامي. وبالتالي الحرامي معتمد على انه ما حدا رح يتعرف عليه. شلوني معك؟ على شو بدي احلف لك انه ما في شيء من هالشيء؟ كل ما في الامر اني كنت عم استنى واحد صاحبي. هلا عم تقول صاحبك وما بتعرف اسمه ولا بتعرف باي شقة ساكن. هلا بزمتك قل لي لو كنت مطرحي بصدق شيء كلمة من الحكي اللي عم تحكيه؟ انت حاول تشيل من راسك اني انا حرامي وراح تصدق. اقنعني، شو هالصاحبي اللي ما بتعرف عنه شيء لحتى صدقك؟ بس هيك صاحبي ما بتعرف عنه شيء؟ يا سيدي ما راح صدقك. بنعرف بعضنا من 40 سنه وفجأة انقطعت اخبارنا عن بعضنا. اليوم لمحته، شفته، لحقته، ما لحقته، دخل على البنايه، طلع من الاسانسير على الخامس، وقف الاسانسير بالخامس، قلت لعالي انا بقى بستناه لحتى يطلع. هي كل القصة. لا 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 لا، مو داخلة براسي القصة بنوب، مبينة تأليف. داخلة ولا مو داخلة؟ ما في دليل توقفني. أنا موقفك بشغلة تانية كمان، مو بس بهي الشغلة. شغلة إيش؟ في واحد بمواصفاتك سارق 25,000 ليرة، وعم يدوروا عليه. بس يكم شو، يا بتثبت التهمة عليك وبنحبسك، يا ما بتثبت وبنطلعك برا. شو معناتها هي؟ ان شاء الله بدي ضل الصبح عندكم هون. اهلا وسهلا فيك.
شو في حدا عم يجلدك؟ إذا بدك تنام هي الغرفة فيها تخت وأربع بطانيات بإمكانك تنام، وإذا بدك تحكي مع حدا من قرايبينك هي التليفون. لا 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 لا، أهم شيء ما حدا يدرى من قرايبيني دخيلك. طول عمري أنا سمعتي مثل المسك، بدكم تنزعوا لي إياها آخرة العمر. لك شو ها؟ شو عليك بالكهرباء البيت؟ إنه هي الكهرباء ببلاش؟ يعني ضروري تيجي فاتورة الكهرباء 500 ليرة مثل الدورة الماضية؟ فريد هلا وقت الكهرباء طمني شو صار معك؟ شو بده يصير معي؟ ما صار معي شيء. فترت كل مستشفيات البلد ما لقيته. قصي اجا؟ لسه ما رجع. اتصل شيء؟ لا ولا اتصل. شو لقيته بابا؟ ما لقيته. والله ولا انا. ليكون في شيء مستشفى نسيتوها؟ بعرف كل مستشفيات بلد مثل ما بعرف بيتنا. شو بدنا نعمل هلا؟ حدا زعلوا شيء؟ ليكون انتم زعلوا ولا؟ شو دخلني انا؟ ليكون زعلان ونايم عند حدا. مين بده يزعله؟ ليش نحن عم نشوفه حتى نزعله؟ طيب ليش ما نسأل عنه عند الجماعة اللي كان عم يشتغل عنده؟ إيه أنا بعرف وين عم يشتغل. قال عم يشتغل بمكتب عقاري. إيه في أكثر من 2000 مكتب عقاري بالبلد. خلينا نخبر الشرطة. لا بكير، خلينا نستنى شوي، بركي ما في شيء. معقول رايح لعند حدا من قرايبينكم؟ لا ما له بالعادة. خلينا نسأل ونشو. هلا الساعة 2 بالليل، خلينا بكرة الصبح. الصباح رباح. عملي لنا قهوة بنتي، عملي لنا قهوة حلوة. عمليها حلوة. إذا ما بخل في حياتي خسرت كابوس يا سعاد، ما بكون اسمي أبو سليم. يلا الله بكون معي. مشان أسير بيناتنا جبن وملح. هذا هو سيدي. شو يا فريد؟ هلا ما عاد لك حجة بنوم. معقولة؟ معقولة يا معلم؟ أنا أسرق، أنت بتشك فيني؟ المصاري كانوا بعهدك أبو فريد. اختفيت أنت وياهم، مين بده يكون سرقهم يعني؟ لك أنا تركتهم على الطاولة، ما مديت إيدي. يعني أنت المسؤول. لا شو يعني بتدعي علي؟ شو رأيك؟ 25,000 ليرة محرزين، ادعي ولا مو محرزين؟ والله أنا محلك ما بدي، إذا مالي متأكد. أنا متأكد أبو فريد، أنا برأيي تعترف وتريحنا من التحقيق معك، لأن التهمة ثابتة عليك وثابتة. أعوذ بالله، اتقي الله يا رجل. أنت دورت منيح؟ روح دور، روح بركي مرميين هون ولا هون، يعني دور. أبو فريد الظرف ما بينط لحاله، شو اللي بدي خليه يوقع على الأرض؟ فريد تعال أقول لك، إذا كنت مخبيهم شي مطرح قلي، وأنا بوعدك إنه ما خلي معلمك يدي عليك. وأنا إذا بيعطيني كلمة يرجع المصاري ما عاد بدي منه شي. المصاري مو عندي ولا شفتهم، بتصدقوا صدقوا، ما بتصدقوا اتهموني وخلصوني. دخيل الله، نيال المتهم عند الله بريء. أنا مضطر أحجزك يا فريد، مع إنه شكلك ما بيوحي إنك حرامي، بس التهمة لابستك لبس. دخيلك إذا بدك تعجزني عندك وحدا سأل عني لا تقول إني أنا هون عندك. طيب من شو خايف؟ عامل لك شي عامل وخايف تنفتح البوابة عليك؟ ولا خايف إذا انكشفت هالسرقة هي بالذات تكرر المسبحة؟ خايف من أولادي وأولاد أولادي، يعني مو وقتها هلأ، مالي عين. أولتها وآخرتها رح يعرفوا. حقوا بالموضوع وتأكدوا بالأول، بعدين خلي كل العالم تعرف. أنا ما بتفرق معي، بس مو هلأ.
شو فرقت معك؟ هلا ولا بعدين؟ هلا اذا طلعت السمعة اني انا سارق، كل العالم بتعرف، كلياتهم بيقولوا يا لطيف هذا مثل حيط التبن. بعدين بس تثبت براءتي، نصهم بس بيسمع اني انا طلعت براءة، والنص الثاني بيفكرني اني حرامي بس انا مفبركها. بيهون علي؟ بدك ترجعي بعطني الطريق مش عليه نارنا ولا عندك فيك ريت ضوينا ولي شو مالحة؟ هالقرية ما بيعرف يعمل شبنة بنوم. بتعرفني بشرب القهوة سادة، ليش حاطط لها ملح؟ أنا ما حطيت شي، معقولة أعلق حالي معك؟ من وين إجا الملح لكان؟ ما بعرف، هاتي لشوف. الصبر ملح. شو قصة الملح؟ من امبارح لليوم كل ما حطينا بيتمنا شي بيطلع مالح. يا بي، دوق القهوة تبعك لشوف مالحة؟ ما بشرب قهوة، برتفع ضغطي. أصلاً ضغطي مرفوع. يا بي بس لحتى نشوف إذا مالحة. يا الله يبلع عيشتكم أكثر وأكثر حتى تعرفوا تحسنوا معاملتكم معي. عمي بشرفك، مو أنت اللي حاطط ملح بكل شيء؟ يا عم بدبب إن شاء الله، بدخلك أنت. سليم، شو رأيك بهالحكي؟ خلص سعاد، بجوز صدفة الملح نزل بالقهوة. صدفة الملح فاتح قميص القهوة ونزل فيه؟ شو عرفك؟ وبالمكدوسات وبالزيتونات وبالجبنات وباللبنات كمان صدفة؟ كل شي بيصير. هلا نحن آخر زمان، يعني بجوز فجأة يتحول كل شي لملح، معجزة. إيه معجزات كثيرة راح تصير ولسه الخير لقدام. بابا أنت كل هالقد بتحب الملح؟ ما في شي بيتاكل، حاطط ملح بالسكرية؟ تنكسر ايده وتتعلق برقبته يلي ملح. وليد افتح. وليد افتح. لك انت مالك رجال غير على ابنك، لك تسترجت الا لبرتك. سعاد قومي افتحي. صباح الخير. اهلين عمو. اهلين، تفضل. يلا اهلا وسهلا. يلا بابا اجا عمو فريد. صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا فريد. ضيفوه قهوه ضيفوه. عمي ابو سليم، امبارح المساء شفت ابي شيء؟ لا بختو، ليش عم تسال عنه؟ راح على الشغل امبارح المساء ولهلا ما رجع، لفينا عليه كل المستشفيات ما لقيناه. ليش وين عم يشتغل؟ ما بعرف بالضبط وين، بس قال لي استلم الاشراف على مكتب عقاري. يا لطيف على الكذب. شو؟ كذب. آزل مو مشرف؟ لا لا لا، بجوز مشرف على الكناسه والمسح. وينك؟ يا أم عم اشتغل شوفير. لك شوفير شو؟ أبي ما معه شهادة أصلا. سواق سيارة القهوة والشاي. إيه ما بدها شهادة لك ابني. المهم هلأ بتعرف وين المكتب؟ لا ما بعرف. شو بعرفني؟ طيب شكرا، يلا عن اسمكم. عود فريد، عود شرب قهوة. هلأ وقت القهوة. أنا رايح دور معكم عمو. وليد لا تروح، طلع بدي إياك. شلون يعني بدي ضل هون وعمي أبو فريد ضايع؟ لك عم قلك طلع بدي إياك. جدو هلأ وقتك أنت. يلا أنا بالإذن. لك عم بقلك طلع بدي اياك. ايه بدك تحرضوا علي ما هيك؟ لانه بشرط فيك وما عم بفكر بغيرك. اصلا انا ماني شايفك بنوب. تي على جوزك.
خير جدو، شو في؟ بدك تبيض وش قدام هيفاء، ما هيك؟ هيفاء شو دخلها بالنص؟ اسمع ولي، إيه انا بمر 100 واحد مثلك من تحت باطي، على مين بدك تضحك ها؟ جدو عن شو عم تحكي؟ إيه شو مفكرني؟ ما بعرف انك عم تلتقي انت وياها. يا جدو ما بصير تحكي هيك عن البنت، عيب. انت شفتني عم نلتقى انا وياها شيء؟ ايه طبعا شفتكم، لو ما شفتكم ما بحكيك، شو بعلم بغيب انا؟ لا يا جدو لا، بتكون شايف لك شيء شب وبنت. مش بنقر، اذا بدك تقدم خدمه روح معي. لوين؟ انا بعرف ابو وليد وين عم يشتغل. اذا بدك بنروح وبنساوي حالنا انه دورنا عليه وانت لقيته مشان ترفع راسك قدام هيفاء. ايه بروح. تحت زين لتحت لبين ما غير اوعي. يلا 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 يلا. يعني لو ما بتستاهل المرحبا بس مرحبا، يعني لو ما بتستاهل الاهلين بس اهلين. نعم، شو بتريد؟ وين ابو فريد؟ شو كمان صار لك مصاري انت الثاني؟ الله لا يوفقك. لك سامع وليد؟ يخرب بيتك. اسمع ولا ابو فريد، اشرف من اللي خلفك، فهمت ولا لا؟ اذا اشرف من اللي خلفني ولطش 25,000 ليرة، بقى شلون لو كان حرامي؟ بدي كسر راسك اذا بتبكي علي مره ثانيه. ايدك لو كسر راسك. لحظه ليك لقيت المصاري واقعين على الارض. وينهم؟ اي والله اي والله. ايدك عني، ايدك عني. لا تكلمي برا عني. لا تكلمي حدا. اضربه قبل ما تايدك من خلاص هيك الغلط رايد او شيء. خلص هات مصاري لهم. خذهم. وينه فريد؟ موقوف. على كلنا هلا بنروح سوا. وصلت حقي انا، واذا كان شيء بعتذر منه واعطيه 1,000 ليرة شرفيه. ابو بحاجه لشرفيتك. وليد روح معه. وليد تعال لك اللي ما تجيب شيء لحدا، انه كنا سوا ولا يهمك. انت لقيته ها؟ خلاص يلا روح معه. روح نستنى يعني. خلص خلونا نخبر الشرطة ونخلص. هاي شغلة الشرطة مو شغلتنا. وليش لحتى نخبر الشرطة؟ شو بيخص أكتر ما يخصنا؟ ولا كل شغلة بدها تصير ننزلها على الشرطة؟ لك مو قصة بيخصنا وما بيخصنا، الشرطة عندها عين واسعة وساهرة، يعني كل حركة بالبلد بيعرفوا فيها. هذا عدا بقى المخبرين وفاعلين الخير ولادين الحلال، يعني 5 دقايق 10 دقايق بيطلع التعميم بيكونوا عافطينه عفط. خلينا نستشير أبوكم هو بيقرر، لا تقرروا عنه بيزعل. شو بطمنوني على الاتصال؟ ما حدا. شو صار معك انت؟ شو صار معي؟ تعرفت على كل قرايبيننا، ما حدا شافه من 4 سنين. خلونا نخبر الشرطة. هلا علقت على الشرطة؟ لسه شرطة شرطة شرطة. خلينا ننتظر لبعد الغداء، إذا بين بين، ما بين بنعود نتصل مع الشرطة. ايه بعد الغداء انا رح خبر الشرطه. الحمد لله الحمد لله، ظهر الحق وزهق الباطل. وين لقيتو؟ سلخته كفين، سلط على الارض شافو. اخ يا سيدي ليك لهلا لسه بعد ما عرفتي. ضربني سيدي، عم يعترف امسكه. منيح يلي ضربك، لانه لو ما ضربك كف كان ضل البريد بالسجن وطلع عليه الصين انه حرامي. كتر خيرك يا ولي، كتر خيرك، ألف كتر خيرك. شلون استهديت علي؟ جدي أبو سليم دلني على المكتب. تفضل أبو فريد، معلش اعتبرها هي رد اعتبار ال1,000 ليرة. ردن على جوعتك. عم تردلي اعتباري ب1,000 ليرة؟ قديش بدك لك ال25,000 ليرة كلها؟ ميزانية الدولة كلها أنا ما بتردلي اعتباري. لا، عالدولة لحدا يقري، دبحوا بعضكم برا، بس على الدولة لا حدا يقرب. فهمت انت وياه ولا؟ ما حكينا شيء، لا تلبسونا. ابو فريد، اذا بكره الصبح بتحب ترجع الشغل انا ما عندي مانع. ما فشرت ارجع اشتغل عندك؟ لا يا ابو فريد لا. هلا بزبتك انت لو كنت محلي ما كنت عملت نفس الشيء؟
أنا ما بعمل هيك إلا أتأكد، ولو تأكدت بحاول أصلحه قبل ما سلمه للشرطة، مو برمي بالحبس. طيب يا أخي اصلحني، اعتبرني إنسان ضال واصلحني. ماشي الحال، بس اليوم تعبان، بكرة إن شاء الله. أنا مستنيك بكرة من الصباحة. ماشي خلاص، هلا روح من خلقتي، داي خلقي منك ما بدي في شهري. طيب خلاص خلاص ابو فريد، سيد وليد تبقى زورنا اشرب لك فنجان قهوه مو خساره فيه. ايه مشروبي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال لنا دخيلك، ما بدي حدا يا وليد يعرف انه نحن كنا بالشرطه. وين بدنا نقول لك؟ الف لك شي قصه. عمي الصد شو بدك مثلا؟ بعدين شو عرفكني انا بكتب قصص؟ يعني جدك مو يعني صاحبي بعرف طبعا، وانت بالوراثة اخذ عنه. مزبوط. طيب الصد شو بدك مثلا؟ لك مو مشكلة، حي الله قصة، بس المهم تكون قصة بعيدة عن الشرطة والتوقيف، ما بدي تجي سيرة الشرطة بالمرة. ولا يهمك، هي ما في اسهل منها. تفضل. يلا فريد روق بقى، شو بده يكون صاير يعني الا نلاقيه؟ رايق، انا رايق. لك انا عود حاج تروح وتجي مثل ديك الحبش. ولك انا عم بمشي رياضه، قايلين لي انه بهالعمر الرياضه بتنفعني كثير. خلاص انا ما بقى فيني استنى، انا رايق. لوين؟ لوين بدي روح يعني؟ على الجامعه. لك شلون لك قلب تدرس وجدك ضايع؟ شو مالك قلب انت؟ لك انا مالي رايح ادرس، عندي شغل. ايه بيتأجل شغلك. بتأجل انت شو دخلك؟ اصلا اذا جدي بخير ما رح ياثر عليه، ان كنت هون ولا ان كنت بالجامعه، واذا صاير له شيء طبعا لا سمح الله يعني كمان ما رح ياثر عليه، ان كنت هون ولا ان كنت بالجامعه. ولك خلصنا منك يا خلص، بده ينقلع ينقلع، اصلا وجوده وغيابه مثل بعض، روح انقلع. وسع اعطونا كرسي، اعطونا كرسي. علي يا عمي شو صاير لك؟ كتر خيرك يا ابني، والله لولاك ما بعرف شو كان صار لي. وين كنت يا عمي؟ شو اللي صاير معك؟ خلي وليد يحكي لكم، انا تعبان. ولده قصة ما بتصير غير بالافلام. قصت شو؟ انا عرفت انه عمي ابو فريد ضايق، طار عقلي، قلت ما رح نام اليوم قبل ما الاقيه، يا بنفقد انا وياه يا اما ما برجع، ان شاء الله عمري ما برجع انا وياه. شايف قصي؟ شايف؟ خليك معي. اي وشو عملت؟ شو عملت يعني؟ اخذت تاكسي وبلشت ادور عليه لحتى لقيته. وين؟ انت رايح شي مره على حرستا؟ انت ورايح بالطريق العام بحرستا، ما في محلات تصليح على ايدك اليمين؟ ايه ورا محلات التصليح في بنايه جديده عم تتعمر العظم. أنا ماشي بالتاكسي طلعت هيك شفت واحد فوق واقف على الشباك بالطابق الثاني، ما عجبني منظره بنوب بنوب، ما عجبني منظره، قلت لازم اطلع شوف شو فيه. وعرفت انه جدي فوق؟ لا بس قلت انه في إنا بالنص، دغري طلعت. لك المهم وليد، هلا شو صار بالاخير؟ هذا يلي واقف فوق منعني فوت. ها وليش بقى؟ ليش بقى؟ عمي بهيك حالات خطرة ما بتسأل ليش، رحت سأل خو كف زادته من فوق لتحت. وليد خلص لي بقى، لعت لي قلبي. المهم شو لقيت؟ فتت لجوا لقيت عمي ابو فريد مربط، طلع الاخ شو مخطفه ومفكر معه مصاري، وما عم يتركه، ما عم يتركه، خايف يفسد عليه الفساد، عم يفكر يقتله. العمى طلع بيخرط اكثر من جده. كنت مسافر على فرنسا. ايه مرينا من فوق البحر الابيض المتوسط، فتحت شباك الطياره هيك ومديت راسي لقيت البحر تحتي، بس بعيد 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 كتير، يعني بيطلع قد راس الدبوس بكتر ما بعيد. يلا خف ايدك، لسه عندك مليون شغله بدك تساويها. يلا حبيبتي يلا. سعاد شو رايك تروحي بكره لعند ابني؟ لانه ابي إذا عرف إنه الشغلة بقدرك بجوز ما يروح.
منشان ابوك يحل عنا مستعد يسافر على البرازيل مو بس لعند امي. طيب سعاد، حتى كمان منشان اخي عصام ما يعرف رح اقول له انه انت امك مريضه ورحتي لعندها. ماشي، بس بكره بعد ما يسافر ابوك تلفن لي، مو ما تلفن لي لانه بعرف حركاتك. يعني خلاص فريد، خلاص قلت لك مثل ما حكى الولد، عف عني، شو بدك مني؟ هلا هي القصة اللي حكاها وليد ما فاتت براسي، شو نحن بشيكاغو؟ يعني ضروري فبرك لك قصة على كيفك. كتر خيره الولد اللي وصلني. هلا كتر خيره مالنا مختلفين، بس أنا بدي أعرف الحقيقة، غبت يومين عن البيت، بدي أعرف وين كنت، وبدي أدرى من العالم. ما في فكة؟ ما في فكة. كنت موقوف، ارتحت. موقوف؟ هي عرفت هلا، حل عني بقى. بدي اعرف ليش موقوف؟ الولد اللي بيشتغل تحت ايدي بالمحل زعجني، ضربته كف فخدت له طبلة اذنه بالغلط. لا دير بالك تاني مرة، كمان انت مو ايدك والكف، فاضل المشاكل نحن هلا. اللي صار صار. طيب اتصل، ما بتعرف تتصل؟ لا تواخذني، التليفون يلي بالنظارة خربان. هلا انا ما عمل لك اتصل بالنظارة، بعرف انه بالنظارة ما في تليفون. اتصل قبل ما ياخذوك وهن اخذينك على الطريق اتصل. ايه معك حق، لانه بيشتروا لهم عرانيس درة للموقوفين. ايه بياخذوك بيزتوك ما حدا بيسأل عليك. كتر خيره وليد اللي وصل لي. حارتنا انجبت كثير من الادباء والشعراء، مثلا نزار قباني الشاعر العظيم من حارتنا، الشاعر بدوي الجبل كمان من حارتنا. بدوي الجبل مو من حارتكم؟ لك مو من الشام كلها بدوي الجبل؟ لك بعرف، بس لما نزل على الشام استقر بحارتنا. ليش ضل حدا ما استقر بحارتنا؟ حارتنا ضيقه وبطلنا نعرف بعض. المهم يلي بدي اقوله من كل هذا الحكي انه وليد ما له هالشغله الجديده، يعني ما له هالشغله الاستثنائيه بنو. مرحبا شباب. لك عليه ولول، شو جاي؟ كانك صاير على مستوى. لا لا مستوى ولا شيء، شكرا. 10 نسخ اشتريت لك، وزعت 9 وخليت لك وحده. معقول عادل يعني توزع على الشباب كلهم؟ مو بحرزي، مو مشكله. شو انا عملت مثل ما قلت لي؟ الله يسامحك، أنا طلبت منك توزع على الشباب. بأمل بيعمل هيك. ها، على كل حال مو مشكلة، مو مشكلة. شفت لي نسخة؟ إيه ليك أهو. بس شو؟ حلوان بالأول. لك حدد الحلوان اللي بدك إياه. 100 ليرة. على عيني. هي 100 ليرة. شارك يا أستاذ. هي؟ شو مغيرين العنوان تبعها؟ أسوأ شيء عندنا بالصحافة دائما ها بيغير العنوان تبع الكاتب. على كل حال تاني مرة أنا بتشترط عليهم إنه ما يغيروا العنوان. سيدي المهم نشروا لك، ما ضروري تدقق على العنوان، هذاك المكتوب اللي بيبين من عنوانه مو القصة. العم العم شو هاد؟ هي مو قصتي. وكالات التأجير في برد الشتاء وفي الهجير مو قصتي. مخربطين بالقصة، أكيد مخربطين، حاطين اسمي على قصة واحد تاني. يعني أنا قصتي اسمها الشمس تشرق من الغرب، مو هي هي. إليك مكتوبة ببريد القراء، كاتبين لك رد عليها. شو كاتبين عندي؟ وليد اسمع مني، روح اقرأ رد بالبيت أحسن. طب ليش حاطين اسمي على القصة؟ معقول يكون في غلط يعني؟ طيب اتصل فيهم على المجلة، حاطين الرقم. اتصل؟ ايه؟ ايه؟ تفضل. شكرا. عفوا. الو مرحبا.
مجلة الشهر الجديد لو سمحتي. إذا بتريدي ممكن أحكي مع رئيس التحرير. أنا الكاتب وليد كمبوش.